ده حمودي لعيب في يوم من الايام كان بيلعب في دوري ابطال اوروبا ومقدم مستوى مميز قدام ريال مدريد، وفي يوم من الايام كان بيلعب في الدوري المصري وبيضيع فرص سهلة وبيقابله سوء توفيق غريب جدا، عشان يكون برغم موهبته الكبيرة وامكانياته العالية صاحب اسوأ حظ في تاريخ الكرة المصرية، وفي رواية اخرى واكل مال يتيم. يعني في مباراة ما بين الاهلي وبني سويف ضيع ضربة جزاء، وبعد شوية جت ضربة جزاء تاني راح دخل ضيعها تاني. مش ممكن مش ممكن، عشان يروح لوليد أزارو برسالة طيبة تحمل كل معاني بتر الخواطر ويقول له ما تزعلش هجيب لك ضربة جزاء تاني وبقى ضيعها تاني، ويروح له عمرو السولية يلاقيه بيضحك. انت بتضحك عليه. وفي موسم 2016 خسر نهائي أفريقيا مع الزمالك أمام سان داونز، اما بقى موسم 2017 خسر نهائي افريقيا مع الاهلي امام الوداد ودخل في حاله بكاء هستيرية، وفي موسم 2018 خسر نهائي افريقيا مع الاهلي امام الترجي ودخل في حاله بكاء هستيرية برضه. اما بقى في موسم 2022 وحتى بعد ما راح بيراميدز واتنكر في شخصيه بهاء سلطان خسر نهائي الكونفدراليه امام نهضه بركان، عشان يخسر اربع نهائيات في خمس سنين ويفوز بلقب اكتر لاعب مصري خسر نهائيات في التاريخ. فتعال نتكلم النهارده عن حمودي وايه هي مميزاته وايه اغرب المواقف اللي حصلت معاه، ويا ترى ايه السر او ايه مشكلته كلاعب اللي تخليه برغم امكانياته الكبيره دي ما يتباعش بفلوس الا فقط من نادي سموحه لنادي بازل. اما بعد كده بقى انتقالاته كلها كانت فري ترانسفير او بشكل حر ومجاني. احمد فهيد في موسم 2013 احمد حمودي كان لاعب مع فريق سموحه وما شاء الله كان مقدم مستوى مميز جدا، وسموحه وقتها خسر الدوري بفارق نقطه واحده عن الاهلي، وحمودي كان من اميز لاعبي الدوري ولعب 19 مباراه ومساهم مع فريقه ب 18 هدف، مسجل 8 وصانع 10 ومشارك كمان مع المنتخب في 7 ماتشات، عشان بعد الموسم ده ينتقل لبازل لمدة 4 مواسم لتعويض رحيل محمد صلاح اللي كان لسه سايب الفريق ورايح لنادي تشيلسي. ولكن الغريب انه ملعبش الا فقط في 20 مباراة، اهمهم مباراة الريال في دوري الابطال اللي كان متألق فيها جدا وكان اكتر لاعب عامل خطورة، وبعدها خرجوه اعارة للزمالك وبعد الاعارة فسخوا التعاقد معاه بعد ما ساهم خلال 20 مباراة باربع اهداف، سجل 2 وصنع 2، عشان يروح لنادي الباطن السعودي بشكل مجاني ويلعب 10 مباريات وبعدها يفسخوا العقد معاه فينضم للاهلي بشكل مجاني في يناير 2017، ويبدا يقدم مع الاهلي مستوى محير جدا وغير مفهوم، لا هو حلو ولا هو وحش، يعني اوقات ما شاء الله يقلب ميسي ويكون مهاري جدا، واوقات تانية يقلب السيد المنظور ويضيع فرص سهله ويقابله سوء توفيق كبير. اما بقى اهم مزاياه ان هو لاعب مهاري وبيقدر يعدي بسهوله في الواحد على واحد وبيعمل فنتات بشكل عالمي، جامد جدا وهو معاه الكوره، ولكن مشكلته كلها وهو معهوش الكوره، سواء في تحركاته لزمايله اللي يا اما ما بتتعملش وبيكون في نوع من الكسل يا اما بتتعمل ولكن بشكل غلط، وسواء كمان تحركاته من حيث تغطياته الدفاعيه والمسانده اللي ما بيعملهاش تماما، بالاضافه كمان انه ما بيشتغلش على سلبياته وانه دايما عنده مشكله في الفينش، يقدر يراوغ بشكل جيد وبسهوله انما يسجل كانت بتبقى صعبه جدا، وكان دايما بيحاول يستعرض اكتر من ان هو يفكر بشكل ايجابي وواقعي، ودي حاجة كانت ملازماة سواء في الأهلي أو قبله مع بازل، حتى لما كان بيلعب الريال برضو كان بيفكر في الاستعراض، وقبل كده مع سموحة، يعني تخيل هنا هو بيلعب ضد الأهلي ورايح انفراد وبيلعب الكرة بالشكل ده. أحمد حمودي لعب مع الأهلي 38 مباراة، سجل هدفين وصنع 10 أهداف، وبعدها راح لبيراميدز وبعده اللي هو حاليا بيلعب مع نادي أسوان. آخر حاجة هستنى أعرف رأيك في حمودي، وهل بتشوفه لاعب حظه كان وحش ولا هو اللي ما كانش مجتهد كفاية وما كانش عنده عقلية احترافية؟ وما تنساش كمان تعمل لايك وشير وفولو على الفيسبوك سبسكرايب على اليوتيوب، وأشوفك في فيديو جديد. أحمد فهيد.